في سينما استهلاكية تشاهد مرة واحدة وتنتهي، لو زي كلينكس. إنما في أفلام تانية زي المزيكا شوية. قلت الفتن حمامة على قصة يوسف إدريس فرفض، فكان الحل هو تأييف البدل على فتن حمامة. وأنا بعتقد إن هو التجربة هي بالضبط حل وسط بين سينما المخرج وسينما النجم. النجم بيعمل 3 أفلام وأربع أفلام في السنة، وكان بيزكي يعني. المشكلة إن دلوقتي النجوم كل نجم بيعمل فيلم في السنة، فمش مستعد يغامر بالفيلم ده. أرض الخوف، طب هو إيه أزمة الراجل ده؟ أزمته إنه ما بقى مقسوم، هو كده ولا كده؟ أنت ما تصنعه، مش ما تتصور إنك عايز تعمله.